نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. موضوع كلمة سيدة الله الشيخي وحويان كن عنصرا نافعا في المجتمع وحن قطع حبن بلشده وكل حنولي هاي نفع أولئك واحترا ومعنى هذا مهم ودين تنو إنه قد تربية يسي إنه الروح النقضة الروح منافع عنه إنه وح أنفعه وح مسلم كا أما مؤمن كا وأرين أصل وكتشر توي وحان كينية مبدأ إيمانك كينية نبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه حديثك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بخاري مسلم بصو ساري نبي صلوات ربي وسلام عليه صحابتي سوف ويدي سؤال وحكوا لي إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي قيدها للك كركي سكبح وحا كمدة قيد أن علينتي سدادني نويسن دعين دوغاد يا أباربا علينتي سمدادت قيد كاسي وحو لم يدي هاي مسلم كو كلاو النبي صلى الله عليه وسلم روح مؤمن كي مسلم كا أي جيت كاسي إسكو سفاي إبل جيت كاي شيء أبو نبي صلى الله عليه وسلم ركوا الربادي جديه بلا يقانا طبعا عدو دي بلا قرانا يا سواشا كتشوا بلا جيت أنا حالين تي سودان مسلم كو كلنا وحيد فوقع الناس في شجر البادية ضدكو مركبة وحي كل حين أفوفين جيده بادية الوفوف كيف لغا وردوني هل نين او يدا هذا واجد هبل بلوهاي صحابتنا وحا عدد هانشري إني مرر بضان سؤاش النبي قد جوابتي إذا كقاب صدان يقو كبقية أما كقفتان أما السيدة دوهاي سياء أنا هين أميت عبد الله بن عمر وصحابي حديث كورين يا أي وحولي ووقع في نفسي أنها النخلة أني قوحة قلبي يصوق الشيبو لو نفت إذا أن سيريبو ما لها قيت كان يواجيت كتمرتا قلبي يصوق عظيم لكن وان حش عظيم إن الإله هذا نبي الله قيت كوا قيت كتمرتا وان كحش عظيم صوت وحوي رجع وجود دائرة ماشي تشوقي بوها رجع وين بمشي فدي أبو بكر عمر رجع وضيع شابا فدي وقنا ويا رك سنا يقول لك كي يقان يجي ذا نبي قنا وقعد دوا صلوات ربي وسلام عليه مركر رجع آموسن مركو أركي وحي قلبي يسكوس ودعي ولا آموس وحشوا مركزا وحي إلى هذين يا رسول الله أخبرنا بها رسولك إلهي وما قرانا إنه وقرانا وإنه سؤاشة جوابتي إذا جيت كان نوشة جيت كيوي نوغة جواب مركز النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة وقيت كتمير تابوي عبد الله وحي لي مركو نبي جوابتي بحي كدي بان آباه وحان أشي قيبوي أبي عمر أرنتي قلبي كسر دعدي ومركي دم بالجواب تيدو صح نقط وأن لكن كحش شاضي بأنا أباه وش يجيب مركز أوحي لي لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا
inaad ku hadasho oo sheegto ayaan ka jeclaan lahaa intaas oo shay waxa iyo waxa wax qiimo badan xiyaala qaali ah maanta waxa iga qiimo badan lahayd saxaabadii nabigu waxay wada garan waayeen inaad ka jawaabto sheegto ayaan jeclaan lahaa buu hadiidka sida waxa ku wariyay bukhari iyo muslim ujeeddadan u keenayna waxa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu isku shabahay geedka timirta iyo ruuxa muuminka muslimka xaggee iska shabahan waju shabaha xaggee laysaga ekaysiinayo isku midka yihi riwaayo kala timid oo bazaar soo saaray ibn xajarna uu leeyahay sanadkeedu waa saxiix oo caddaynaysa waju shabah meesha laysaga shabahay riwaayadaasi waxay leedahay nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam مثل المؤمن مثل النخلة ما أتاك منها نفعك مؤمنك صفديس وصفد جيد كتمرتو كلوة وحي كاقي ما دي جيد كتمرتو واكو أنفعا يعني سيدة حلمدو مرقى حديث كشرحة يعني أدو التحليلين يا وحي ليهن جيد كتمرتو مجرو قيب كم ذا وآن نفع لهين مجرو isagoo dhan wada manafacaad timirta la cuno laga goosto keliya ma qaybihiisa laamihiisa qaybta caleenta u dhiganto jiridiisa kulli guntiisa xididadiisa kulli wada nafci nabigu sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu tilmaamayaa geedka timirta dhamaantiisu manafacaad u yahay ba mu'minkuna manafacaad u wadaa wixii kaaga yimaada ruuxa mu'minka waa nafci waa waxtar يا واحسان ووناك سيده سو النبي كنت الماما يا صلوات ربي وسلام عليه معناها سي واحد ينبريا ايمانك يا اسلام نمدو وحيالها انو تربيين سون كبرانينا وحا كميدا ان اد مر ولبا نقطو حبن مجتمع عيسى منافعات له واحتر له وحا اتريسا اي وا واحد هلي كرتو xoogiisa laga faa'iideysto aqoon haduu leeyahay cilmigiisa laga faa'iideysto hadii uu aqli leeyahay aqligiisa laga faa'iideysto haduu xoolo leeyahay xoolihiisa laga faa'iideysto unsur nafci leh oo wax tar leh inaad noqoto waxa keenaya iimaanka iyo islaamnimada waxa aad taraysaa inuu wax weyn noqdo shart ma laakiin kulba tabartaa نبي جنو صلوات ربي وسلام عليه حديث قالو كفا فاهيه حديث ابي ذر نبي وحي صلى الله عليه وسلم يصبح كل يوم على كل سلامه من ابن ادم صدقه مال كستو وابريو حبن كستو حبنها ادمها كمده وحا كركيسا صدقه لغا ربا لحبق صدح بقول يلحن يزياده وحبنها ادمه حبنها سي حبن كستا صدقة لغا ربا واكستو بريا مالين كستا سيد مركا انتا سو حبنو صدقة وغا بحين كرت والنبي صلى الله عليه وسلم إماطتك الأذى عن الطريق صدقة تشيد كددكم مريان وسخد تالا وحددك لبا ييال إنا يتكفو قيسوت كقادوت كدور كسوا صدقة يا إن هذا نقول روح وبارد الحسية تتكار كود وحي يجو أركيا درين كي ما بقبان وحي تتكذب هي واسكمريا روح مو منك درين كي سددني ما وحيسين إيسا شيء كان يتذكر دبا يا يمشى كدوك وارجع لقطر ترانا يا وجيت تتك قبسنا يا وقدح مدهيسا waa dhalan meesha ku jabtay oo muxuu ahaay dadka dib u geysan karta waa qubka mooska oo lagu simbirxan karo waxaani dadku dhibi doonaa meesha ka qaad imaatatuka al-adha an at-tariq si kale hadaan u dhahno ruuxa muslimka waa dawladdi hoose waa dawladda hoose ci dadka nadiifiso ma oo muxuu ahaay hawlahan ba qabad asagoo mushaar ku qaadanayn dawladdi dirsanin cidina dirsanin iyo hawsha u taageen ليش
لأن الضمير كيسا وحسينية يدين تيسي إيمان كيسا إنه نقض روح نفعله. وحول النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمك على الناس صدق إن أدتك سلامته وعد كهر كهر تما داتي رضا السلام عليكم أوت بريدي سو يظن وصدقه صوت وحويان بريدة سدتك إسبريدين أيان السلام عليكم وحقوق ذي مؤمنين تسكليين وحين التلمام يسا السوق قلبي فيوبي ساد رضي النبي صلى الله عليه وسلم تفافيه يجد وعيدة قران يسي عيدة قران نيم السلام روح مركوك السلامه يعني وحويان والروح كون الدعي إسلام كان دعاء سي سورة وهلية أدون وهليس سورة أجر بوك هلية أذيقنا ودعاء سنتو ودعاء والنفعي وأمرك بالمعروف والنهيك عن المنكر صدق ابن النبي صلى الله عليه وسلم إن ضدك حمان تكربتو خير كنفرتو وضدك أتراد ورسلاتك كذا ورسونك الصومة والصدقة بحصدة ودرسك ودالة والوالدك باري النقضة والخيرك كد دالة وناقينا ضدك فرطه حمان تكربت والصدقة لأن وحويان روح مؤمنك ضدك آدمها معاصدة يذنوبت يخلداتك كتشرة وكذا غنية نبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه قرآن كريم كوحو تلمامي درين كيسو إنو غارسيسنا هير سيدا أغمر قيودات كان دين لآنتا حمانتا كتشرة إلهي أمر كيسا تشبين إياه سيدا نبي أغمر قيشرة صلوات ربي وسلام عليه هير وحو إلهي تبارك وتعالى قرآن كيونا وشيه الله وأطر نبي صلى الله عليه وسلم يا الله أطره قل إلى هذا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا نبي محمد مواد مضنطح سيدا هاد محمد أول صمين يساعد ما النفط هذا سكاق هذه نفط هذا ما هلاقي إن إيمانك يديدين وخيرك كاق هذا وين ويقال لماذا كوات كيسان أيان ما النفط هذا ياد هلاقي بالله ليه نفط هذا ما أوتك سيني فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نبي صلوات ربي وسلام عليه حتى قال ذن لأن منكر وحا أقوين شركي قال لماذا معروفنا وحا أقوين توحيدك إيا إيمانك أقوين ولكن إنا نقطه روح وناقة كشقية وناقة فرع حمان الريبة ونفعك أقوين مبدأ سنة ومبدأ أمد مسلم كان إلهي كو إلاليه لبخه ترود با لغا الىاليا انت او تاغن يهين فريضاداس وحا لغا الىاليا عذرو ايغدا غودهيدا كدشاي اني بابييا معاصي ديه ذنوبتا دخدهدا انو هلاكي يمادو وحا كليتو او لغا الىاليا علو ديبدا انو كو يمادو او او دولكودي يا كرامادودي يا شرفتودي ديبو غيستانا وا لغا الىاليا ساس دراديد مبدأ وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي قرآن كي صنده بأدل أدل استعجل والله هنا فري وضدك كشقين يضد ليباني لغوت المام ضدك أتعجل ضد ليباني لغوت المام مركا إن دوناجا فرتح ما أنت ربط هذا ضدك أقانت كرانتو إن أدبرت علمك أوجد بس والنص يا حيس يا ضدك أو خلدن إن هذا خلد كودي كأمس إن هذا كور دافين أيضاً ونفعي صدقاء هذه صدقة كوتو والنبي صلى الله عليه وسلم ومباضعتك أهلك صدقة غير كاغا إنا قوش الله سيحته ود حاجة دي قدو حاجة دي قوش إنا الحاس كاغا او قداي وصدقه ياه هذا كله حاجة إذا ما جودي سيدا أدوغنا واتكون جودنيس ما شاسا إشكال كيو سعود مرك السؤال ككاني وعيد أذن يا رسول الله أيقضي الرجل شهوته وتكون له صدقة وننكو إنتو شهوتي سكوجتو
وحاجديسه غوتو ميو حدانا صدقه كهله اجر كهله يا ميا مركاس النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم ارايت لو جعل تلك الشهوه فيما حرم الله عليه هاو رساس اجر كهله يا صوت وحي النبي صلى الله عليه وسلم كورما شهوده سي هدو ميل حارانا كو غدن لها ذنبي ما كسو غادي لها هاو يلاد كذلك هدو ميل حلال كو غتنا اجركيد ولي هب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه سمعت ادو ولي ما استري رير كاغه يي غوغشيس ولي اجر ما كرادس ولي ما استري ماشي انا اجر كو جرا يا دين تن ودين عظيم ولي الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وحى وين اذا عند المداعبه مركز حاس كاغه ود خياريسان ود فرح خياريسان انتد انت قاده افك ادو جلسات اجر كهليس خياريسان حتى حاله جديه ما صوت محيتهي نفعي با كوجر نفعي وين انت افك ليسو غليه ما هي مقصد كوين با كدنبيه او الفدي زوجيته هي كلكعيلكي هي اسوسودمنكي هي واخ بدن با ميشو كوجرا ادو عنتو افك ليسو غليه كا فهمي واخ كوين با ميشو كوجرو مهمه هو وراء ذلك الكوجرا معنى سداس دراده وجوه ده خير كا يا نفعي روح مسلم كا و اسغونا واخ كهلي كرو واخنا كو تري كرو ددكا اد بي اوفر بدنت نبي صلى الله عليه وسلم عليه وحو غارسي هير و يراهدو تبسمك في وجه اخيك صلقه او ان تلقى اخاك بوجه طلق ولا الكابل سكور تمادين الروح مسلمه وضم صوت وضم دول عديس ان الدول عديس يا صدقه ان ضم صوت يا صدقه صوت محيتاي روح امرك انت تسكور تمادان اد ام صوت واد كفرحسي هذه لكن هذا وجه معبوسه ووجهك وحا سارن وعجائب هي اد روحي سلامته اسغينا واسغل يا سوما مركا وجه فرنانته وصدق واحتر وحن النبي صلى الله عليه وسلم وارشادك الرجل في ارض الضلاله صدقه في ارض الضلال صدقه روح لونسان او ميشو اسخدي غران لا او غريي اسغا درمدين اما وددي كلمي ان اد سو قبطو تيرادو ور هلكن سو كخايسو ميشو اسخدي توستو جيدكي كو هاجاجيسو وا صدقه واحتر وبصرك للرجل الرديء البصر صدق نيمبا اندها ضعيف كا وحقمن ما اركيو وحو ربي انو اركاد و اركتي waxaa laga wadaa waxbuu raadinayay indhihiisina waa ku caawin laayeen inuu sheegay arko markaas aad u aragto tustay waxbuu akhrin laayay waad u akhriday indhahaagii baad uga faa'iideysay waa sadaqa abu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ifraaguka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaq eelba dul joogtaayo biya dansanaysa wadaan baad haysta eelba yani xarig baa kuugu jira eel markaad wadaanti biyaha soo darto ina dadkii meesha joogay biyihii aad ugu shubto weelashii ay haysteen oo dadkii oo mana aad waraabiso waa sadaqa bu nabi guur salaamatu rabbi wa salaamu alayhi sida marka la yiraahdo waxay noqonaysa ruuxa muslimka ah kama madna marnaba inuu naafic yahay inuu yahay xubin waxtar ah tan haddaan tarin tantar tan haday ku soo roobi wayda tan qabo tan haday ku soo roobay tan qabo sidaas daraadeed waxa la ina baraya waxaad noqotaa unsur iyo xubin waxtar ah mujtamaaga ruux waxtar ah noqo macnaha saalina baray rasuulka inu salaamatu rabbi wa salaamu alayhi arinta iyada ah wuxuu ku tilmaamay inay tahay acmaasha ilaahi loogu dhawaado ta ugu fiican ilaahi ugu jecel yahay buu ku tilmaamay laga waxaan naqaana salaad fadligeeda waxaan naqaana sadaqa la bixiyo fadligeeda waxaan naqaana iyo waayahan aad loo bartay xajka iyo umradi waxaynu naqaana muxuu ahay quraanka akhriskiisa ajirkiisa laakiin in badan oo inaga naga mid waxa inaga qarsoon
باب مهم اه او اه ان اد وحي ادتك لا ديرت هي واخ كترتو انفعدو. النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري خير الناس انفعهم للناس. ضدك وحا اوغو خير بدن روح ضدك اوغو منافعات بدن نيمبا وحكستو الهي سيي ضدك كو انفع علمي بو سيي ضدك وحكو ترى حولو سيي وحبو كو ترى حوقي صاحبو كو ترى كل وحي مواهب الهي سيي او دن وحبو كبخيا ضدك وحكو ترى روحا اوغو فضلك بدن ضدك اوغو كرامته بدن وروحا اوغو منافعات كبدن او خلق الهي انفع. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وحوت المامة يا النبي صلى الله عليه وسلم نين باويب مركز أوحر يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله ضدك يا إلهي أقول شعلية أعماش الله سميانا تابوا إلهي أقول شعلية ولا بسؤاله ضدك يا الله أقول شعلية وقيمة بضن أعماش آدمه السمايو أفيا أدن كسمايانا تابا إلى هاي أوجتش علي. جواب النبي قوفير صلى الله عليه وسلم. وحو النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ضدك كألا أوجتش علي هاي والروح ضدك أوجو منافعاتك بدل. ضدك وحتركا. يا خلقي وحترى. دوما إلهي وحترى. حقوده لو بحثوا حوله هذا لو بحثوا علمي هذا لو بحثوا عقلي هذا لو بحثوا نصيحة هذا لو بحثوا واعتركا كواسا إلهي دتك وجع عليه ابن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا السؤال شيء لبعض أعماش أنا تا إلهي وجع عليه وحنا النبي صلى الله عليه وسلم وأحل أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم عمل الله سمينا وجع عليه فرح أد جلسه ولا الكاجا مسلم كا هنا تكفر حصة يا فرح جلسو سوى مروك سنة سوى البهار سنة سوى عليس عيستي سوى ربنا هنا تفرح جلسو والقلب يجي سكفر حصة أو تكشف عنه كربة أما كربة هاي ستي بعد كفى يدي دين بالله هاي ستي والوجود جنا وروح شرف له يا سوى كربيسن أو كديدن أو رفاسن أنت أضطي ميت بعد كربة دي كفي تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا مثل دين بعد كبحس أو تطرد عنه جوعا قاتشات كسرت وقاتشيسين والرفاسين أنت تسوك حيسوي مقايد كيسي أما قوريا كيسي وانتصيس وحن النبي صلى الله عليه وسلم أنت كمت دينينه ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا وهذا هذا قيمة بضوء إن المساجد كي كان اعتكافه هل بلأ ومساجد كي ومساجد كي مدينة مساجد كي النبي كي صلى الله عليه وسلم هل بلأ كاملة إن العبادة أفرديون اعتكافه هذا أقوى هل كي صلاة اللي قلته كذا وحي أقول لك أنت ميقى يا كن صلاة بالكامل أنك نحفر لي كو اعتكاف سن مساجك النبي صلى الله عليه وسلم وشنت صلاة اللي قلته كني خيرات كفرها بدا اعتكاف كو كتشو كماشاس ما حي إذن لطه أجر انت اللي أقبو بشا لتقيا النبي صلى الله عليه وسلم بالإن عن اعتكافه مساجد كيغا مدينة وحان كتش على هاي كان خير بدن إن آن روح مسلم أه ولالك يا إنتان راعو حاجة دي سي دنتي سي إن آن أقودو هذا ما يزدري اعتكاف وينو نقان صوما عمري حاج هولا هاني وينو فرين لكن ما يستري وحاس ودن وحكا وين وحاد كوه اللي كرتا إن آن روح مسلم إنتات كحيس حفيس هاو شكو أتكا إن آن كالا دميسو شيء إن أدوتش جاجا هو يبصود وقصو صارت لبها تحي ستة إن أتكفيتو إن أن راعوا الحاجة دي سأوجدو أيان كتش عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن أن بالكامل اعتكافه هو مساج كي جاكو اعتكاف صلوات ربي وسلام عليه مرك خيركو دينا عن مودن دينا عن هاي بوبا وبدين هاي لن كانوا بوبا طيبة نفع إن الله هذا هاي
oo aad noqoto ruux wax tar ah. Nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka qiimaha badan wuxuu ku sii tilmaamay man kafa qadabahu ilaahay tabaaraka wa tacaala ruuxii cadhadiis ruuxaad u cadhootay ku xumeeyey meel kaaga dhacay ayaad u cadhootay waa sadaqa adigoo ruuxii ka xoog badan oo ka argoosan kara oo dhibka uu kuu geystay mid la eg marin kara ama mid ka siyaasanba marin karaya ayaad iska cafid. Walcaafiina can innaas, indhahaad ka laabatay waad iska cafiday, waad iska saamaxday. Wuxuu nabigu uri sal alay wasalam xadiidka aakhirkiisa waman mashaa maca akhiihi fii xaaja xata yathaya lahu ahbata allahu qadamahu yowma tazilu laqdaam. Ruuxii walaalkii raaca dan iyo xaajo u raaco u guda ilaahay maalinta qiyaamada gomadiisa iyo lugtiisa wuxuu ku sugaa siraadka la marayo maalinka ay gomadaha iyo luguhu simbirraxanayaan. Siraadka marka la marayo jahannamo korkeeda oo meel dhuuban oo yaani khatar ahoo jid aan caadi loo mari karina oo dadku daadanayaan oo jahannamo ku daadanayo lugta u fakanayso, maalinka lugtiisa ilaahay sugayaa oo siraadku si fudud ku marayaa ruuxii walaalkii raaco xaajadiisa gudabu nabigu uri salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Marka yacni macnaheedu wax weeyaan kulli waxay faa'iideen axaadiistaasi in aad noqoto cunsur ama xubin nafci leh mujtamacaaga, noqo xubin nafci leh, mutafarij ha noqonin, anaani isagu uun keliya isku noqdana ha noqonin, ruux furan oo khayrka uu haystiyo wixii ilaahay siiyey mawaahibtiisa lala wadaaga noqo. Saasaad waxaad ku noqonaysaa ruux khayr ah oo khayr badan, khaasatan markay ummaddu kuu baahan tahay adigoo khayrkaa iyo dadaalkaa aad samaynayso aan ku rabin muuqasho, aan ku rabin soomaaliga inaad muuqato. Dadka qaar baa waxtar ah, yah waa waxtar, laakiin waxtarkooda waxaa uga dambeeya in la barto, in la ammaano, inay caan baxaan, yah sidaas daraaddeed intayna cid kale gaadhinba isagaa isfaafinayaba, isagaaba isfaafinaya. Waxay ku fiican tahay waxtarkaagu markaad la qarsoon tahay oo kuu asturan yahay oo adig iyo ilaahay iyo cintaad wax dartay un isla ogtihiin, maxaa yeelay waa kii nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayh toddobada ruux ee carshiga ilaahay harsan doona waxaa ka mid ah rajulun tasadaqa bisadaq, nin wax bixiyey oo wixii uu bixinayey midigta bixinaysay bidixdu kama warhayso, xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu. Suurtagal miyay tahay in bidixdu ayna ka warhaynin midigtu waxay bixinayso? Waa isla jirkii hal qalbi baa maamule, seebayna uga warhaynayn, ilaan xubnaha mid ka mida wuxuu ku tilbaasoodo markaaba qalbigu wuxuu wargelinayaa xubnihii oo kaleo dhan buu wargelinayaa. Waxaa laga wadaa wuxuu u qariyey sida ugu badan cidina kama warhelin wanaaggii khayrkuu geystay. Sababtu waxay tahay markii nafcigaagiiyo waxtarkaagu qarsoon yahay ikhlaasku u dhow yahay, wixii ilaahay dartii buu markaa kaa yahay. Kuma jiro wax qasahaya ma jiro oo ama magacdoon ah ama nafcidoon ah ama dheefdoon ah kuguma jirto, markaasay sii qiimo badantay. Nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka abi hurayra fi saxiixi albukhaari wuxuu nabigu sal alay wasalam tuuba licabdin akhid bicinaani farasihi fi sabiili illah ashcaha ra'suhu muqbaratu qadamaahu in kana fi lxiraasati kana fi lxiraasa wa in kana fi saaqati kana fi saaqa in ista'dana lam yu'dan wain shafaca lam yushafac.
وحاجنا يوانا قردان إسكال أبو رسول صلى الله عليه وسلم أدون فرس كيس حكميه سهيست جيتك إله دينة نصرة دي جهادك شرعك أيو هيغن وغجرا فرس كيسي قلب كيسو كتاقين يهو ديارسن لنكا مركز لفيه سو فيرسط تيميه سوى بساسين لوجيه سنة بوربا كبحية بص وحي الدنيا الذي يجرح بك ما هي لكن فرس كيساس وحكمها هي صايو حقود ديار سنية هي إن إله الدين كيسا وأذيقو نفتي سيا مال كيسا بكو بحية نيكا نوع عاسا النبي صلى الله عليه وسلم وناك يتشنب سقع اسكال أويلي هذا مع ذلك أمداس وكل حنولي هي ماشي هوشو كغسو حقا اكتبا نين رقاد واحتر أواه مال الله ماشي وكغه حقا اقبا وهو حقبط والروح النفع له والنبي صلى الله عليه وسلم هدو واردي قلو واردي نمو دستو شقوين كو قوسيما هدو واردي نقضو والله قبا هذا إنو واردي قلو ووح إلاليو سيدي الله بحناب وحو إلالينيه هذو عيداً كأيو ومدى قيبت حق الضنباء وحاجتي للساقضة مركي الله الصعودة إذا مدو الصعودان أما تدكو قيديه ينو السفر ليه وحاجتي را ضد قدال إسكسو الصعودة وحيالة رعية وحباها قدال ضد كسو الصعودة وحاجتي را وحيالها إسكسو الرعية نيف كاللوضة هيا روح الصعون لا ألاب ترعذا وحنو بصو أروريابا حالك هدو كشق قلنا وأنين كذي واحد وحقوق بنا يا سيان عالية هاي نين كنوع عاس إيقاف كاس الله تلمام النبي وحده صلى الله عليه وسلم يا مجتمع وكل حنولي هاي نين لقى كراميو أو مقع كله أو اللي يقانو ماها وأنين إلهي با يقانو يا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي وحا أتمت فرين با أتمت دقال كي مركي لغو جري دقال كي فرص هي الرقبة لغو الله دقال الذي لغو لجري فرص نين مركا فرين سيدا أيمت مركو أيمت عمر وحو كويري هبل والد تغي وهبل والد دلي وهبل والد دلي وهبل والد دلي ورقي قوادي هقانك هوا ركلو بدلو دون عمر وأقونين قوبتا واكوتا جنبوه عمر آد بومرقي مركز أوحو يلي حدوصا عمر قرنين إن الله قرن يبوه وكان يست عمر حدوصا أقونين الله يقانب الرقا يقع إلهي إنو كو يقاننا مهمة آدمه إنو كو يقاننا وحبها كرادنين وحقه ذا شرابة إسكير والنبي صلى الله عليه وسلم إنك إسكا إن استأذن لم يؤذن وإن شفع وإن شفع لم يشفع ما لها قارك هدو إذن ويديست إنك قيمها بدن إسان لوغ الشيكي هدو إذن ويديست الله إدمي ماي ما لها قارك إردى لوغ علينا ورنا فالي المسكين كان محوها ورمع الماشا كسودون إردى لغفور ماي هدو إذن ويديستنا لسوق قليل ماي هدو إرجينا يا إرجديز الله أقبل ماي لأن يا الله أقبل إرجديز روح وتشيله نكنا مجتمع بونشكم عليه هست سخير كيسو كصعدة واحتر كيسو كصعدة لكن لم يقان وأنا أدوم كإلهي أدوم هذا وتش عليه إلهي أدوم هذا وتش عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العبد التقي النقي الخفي أدوم نظيف و الله كبقى و اسكا قرصون دتكي ساكمل يا لان وحو الشهره يا موقشده يا رادينتيدو وحي تلماميسا وحوغا ان نيادها وح كو جيران marka asagoo sa isaga qarsoon oo isagu dadkii aan nafci ku qabin oo haduu gabar doono aan la siineynin oo haduu ergay ergadiisa aan la aqbalaynin oo meelaha la isugu yimaado irida aan laga fureynin أسقى مجتمعي أو حبكوا قبين بأسقى اللي فهانتي سو منافعات ميرونه
مجتمعي بو أنفعيا أو نفعي ميروه وحنا كما قال أريتاسي وحي تلمام يساء ونبي تلمام صلى الله عليه وسلم إنه نقوله مروى الباء تربية إنه نقوله إنه نقوله ضد أما حبنا النافعين قارهان مركي ذاتكو كتشي سدان ويباهي دي چرتو حلي وحا چرا خيرات كقاركو ذاتكو أي كهي جرودان زمن كقاركي وحا چرا أما ميلها قاركوت أما كنت قاركوت ذاتكو أعمال بإسكالق بسدان أعماش قاركيدنا وبالها الماما انت سمي ساير مركي باهي دو بدنتهي كل بمجال كاسي باهي دي سو بدنتهي ايا خير كالغر هذي اولا ضيعي وددك بدنكوت كتشي سدين وصنو مركاسو كل نولين وباهوا وباهي وحو تاغن وسنشرين هذيك اوصو باهي هذا اتاغن حديث أبو ذر نبي قال صلوات ربي وسلامه عليه وحوله ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله صدح روح إلهي وجعليه صدح روحنا إلهي ونعبيه صدح إلهي جعليه كويوة الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه وأنين كوحب الله صعدا والدولان عدو بي لكل من كوح دي ساحيب دي أهاي عيدا كي ودى السعودين انتو كبحي أيو عدو بي صلقاي رقي بو كهر مري خطرتي بو صلقاي أيجا إنو بدباديو إساقونا هالستقالو مركزا أمل للدلي أما رجي ساحي بديه كوحدي للسعودي وأفريه أسقي بسبب أنه قضي إن أي قوليستان وقول قاره صوما هنا المركة تميز بالي تميز ضدك خير كاء إن الخير كأوجه الرئيس ودوناج كجفي عنده حتى حالده هل اسمها هاته مخاطر بها هاته إن أوجه الرئيس أية المامس كوا قط قوانين ككوبادوا يالله شعلي كاللبادي وحوي القوم يسافرون فيطول صراهم حتى يحب أن يمسوا الأرض ضد السفر يا وسفر وصعته للبي مريا واللغين يا مددير مركي السعودين ودالين إله مرء يا دين حين للك دقا للك يا إذن قارسية مركي كقاردي أي يدقين مركي يدقين ضدك وابد السحدين إلا ولا الدالية ولا الرفاسية وحكي عكر ما بتشربه ترى بالسؤال لقينا ولا أمي ولا الرفاسية نقول بحولي إلا مريا أمبلع عقربك جرسية ولا ضاعت مرك نيم بصوهر طيب فتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظ لرحيلهم نيم بأسوي ضدك يصير والرفاسية بور الرفاسية لكن مركي وضع السحدين أسوي صلاة بسوتاج ربي جيبوا عبده هيا واحد بعد السنة يا صلاة الليل بتوكني صلاة الليل هاتو كده وح صلاة وجوسه كده وحوي إن ضد كان سفرت صعدت ضع عينان وقت قط عافينه حد مركي وقت جيلا كعيلها إيجادان إنه كعيو الربا يا إنه هردد ككعيو صعدي مركي اللي جاره وركع عيره وإنه هردد ولا تجن وفي رسالة الله ما مقصد بويسكو داري إنه الرب جينا عبده تكذو ولا ليه سنا أنفعه لبك أيجو أي لص أحدا وقبا لكن وأود القات تميز وكرح بحي حول أي قبم وين بيسوت هاجي إلى هي واتش على ذي تبارك وتعالى ماشى واحد اللي هذا ومضو إني لبك هاجنا منافعات صتو إن أدور لباتو تو الرفادو وسوتشيدو أديك ليكوا هكوا قالوا، لكن أيجوا هم منافعات صدين، وثقافة قالوا الدين تينو نبرتيوا، هادات النقطة أن روح كريته معاوضة، هو إسي، هذا رأي سلاف صنو، يا أنا سلاف صنو، وعكم الصعدان،
ساس دراديد بالنبينا صلى الله عليه وسلم حديث كي قرابة حريرين تدمركوا كهل لا يوحوري ليس الواصل بالمكافي نينك قرابة حريريه معها روح مركي لا حريري أنا ضدك حريري هذي قرابة وجوزنا جوية نينك هزواني وح ضدك وح كي يبسنا يوا يا وحبو وح ضاف صنيع لكن مكافئة عنو كذا واصلك قرابة حريريه وحوي والروح مركي لا جوية قرابة يسيو جويني سحريرينا يوا يا كاسا حريرين ترسمي قطع يداو مركم حال الربا ضدك خلقك طومدا ولا لها مجتمع عاجا أذوق أدي بتو لكن أيجو ها انتفاع سدن يا ذو حكى قد دونيسا أيجو حكى قمر ربتيدي الله ذو حكى قد دونيسا تبارك وتعالى نينكي صدحات با إن الله أبن سو صدح إلهي باش علماهن كي صدحات وحوي الرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن النبي صلى الله عليه وسلم نينك صدح هذا إلهي تشعلي هاي ونين درس له ضد ما درس له درس كي سنوار لبان درس لبضن وإنكار قبا أو كل رفاسين أي درس له لكن لبك درس كدباتي كغا إيماني ساي وإسقد القاضنية كما في علا قاضني وما الشوابي يا وأوت القاض وأصبر يا إلى أما أي كلا جوران أو جوريتان كلا كحيو أما مه جريت ما دو إلهي ضافي أما يسقو ضاف إلى أن حل الله يما دو سيون إلهي أحليه دريس كديب كيسي وأوت القاضني يا أصبر يا كان إلهي وتعاليه تبارك وتعالى صدق ذو النعبي هنا وصدق ذه وأنين جنع صداء أو جناع سجيس الدار كسعودية، يا والله إن أنت يوقف ده، والله بالله إن أنت أكسوي، والله إن أنت كهجدي، والله ور والله يكل ده جناع سجى، إلهي مجيس وقالي تبارك وتعالى، مجع الله ماشان مجلو، التاجر الحلاف، تاجر كجناع صدها دار تبضن، نينك لبادنا وحوي الفقير المختال. الفقير المختال وانين فقير وحبهيسن روحا وحبهيسن هذا لك كبرانية فرما حدو كبري وحي لو كبرها ما بهيسده يا منك يحولها يستوى وحوقها كوسا يستوى إنو يرك كبراي أسباب تيكو بحل لها نعصيمة بها كوشرته لكن أسبابها جرت وارادقا فقير كيدا ماذا قاول هذا المحادث لقاد قادي ودو كبري سيدان أبوتها لها يعني واحد المامة يساعد ضني محمد كشرتوه يعني حمانت الله فهك كشرتوه نيك الصدحات إلهي النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم البخيل المنان وانم بخيله قعن أذك حضنك قل ضيسي بدل وحمد بحيو إن واحد لقى صو صار أي سيد الصومالي يقول هذا إن قعمه لقى قرعم ويان سكر واحد لقى مقال هذا مع ذلك وحي يركى هاي السلعة كجنب حيو سلعة على قاضي أيوه هذا أنا كوك قلت شيء يعني صوني واحد كتري ما هاي صوني ما له بلا واحد كسي صوني ما له بلا واحد حاسي واحد كوت مني يقلت بوس كده بالدين يوسن كده بالجين كده بالدين إني وحوجاج يراي سلعة كجنب حي صدق هذا إلهي والنبي هاي صدق هذا هو رنوات شعري صدق هذا هو رأي هي أتجدد وأيت هاي حديث كنا أما وافق سن هو هاي موضوع وحن دوني إن شاء الله تعالى موضوع مهم دي سهادات فهنتين إن أو إنون نقضوا أن سبرنو ووح سبريد وباهن ووح وباهن إن النفط هذا برتو إن المجتمع عاق النقطو حبين واحترا ضدك واحترا قرآن كريم كأمثلة عجب بضن بو إنوشيك تصالح يرجع أشبت بدن ونوشة واحد كم إذا حتى آدمها إسكدها إيه مخلوقات ككله الضعيف كع بوإلهي واحد تصالح يعني إنه جزء مني سيدا أي واحد سطران والجنس جودة وأنفعان ولو في قصة سورة النمل قصة كتني قرانشو نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أي واحد وتعيد مديسي وجنله وإنسله وشنبرا له وإذا ما أدو فربضان ولي سعي لنهي
ciidamadi say u socdeen nabi suleyman ba hoggaaminay waxay ku soo baxeen tog ama dhul ay degan tahay quraanjo hatta idha atu ala wadi namli tog leeyda tog quraanjada oo quraanjada deganta ay ciidamadi ku soo baxeen ciidamadan faraha badan ee nooc walba leh hal quraanja oo kamida quraanjadi meesha deganayd ba aragtay ciidanka ciidanku xagee ku wajahay deegaankoodii uu rabaa inuu maro quraanjadi markay aragtay ciidamadan iyo halistan iyo khatartan dadkeedu ku wajahan waa dadkeedu tolkeed waa iska mayna aamusin habburburiyan mayna dareen ba galay waa makhluuq aad u yar oo daciif waa dareen ba galay inay dadkeeda badbaadiso oo khatartan ay uga digto bay go'aankeeda qaadatay Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu noo sheegay digniintii ay siisay tolkeed iyo sidii loogu badbaaday qaalat namlatun ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum warbahdi quraanjoy bah quraanjoy ya war guriyaha gala godadka ku carara na maxaa dhacay Suleyman iyo ciidamadiisu yeen idan burburinin ya adiga tolkaayo baba ah iyo dalkaagii oo baba ah iyo ummadaadii oo rogmatay ya hatta inta yarta digniinta hatta ma u geysatay si quraanja ku dhaanta quraanja dadkeedii ka danqatay oo anfacday digniintii iyo dareenkii ay qaaday oo ay tolkeed iyo dadkeedii u gudbisay baa ilaahay ku badbaadiyo godkii baa lagu cararay ciidamadiina sidee bay ku mareen waxaa la yidhaahdaa cajaa'ibtay qabto makhluuqaadka ilaahay inuu yasnee yaryarka waa cajab badan wuxuu ilaahay inoo sheegay isla markaa ay u digayso dadkeed oo leedahay ciidamadan iyo isay idin burburini Suleyman wato haddana waxay u cudur daartay nabi Suleyman iyo ciidanka لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سؤال بايس ودين لواب النبي الله عيدا مديسا موش كقبت قران جدا مخلوقا مسكين وحي ليه ذاهي ورب ايدن كما هيا با يا با ايدن اوك با عيدا مدى صعدا وايدن دردري موية قران جاءت كو استاكت اديك ما حد كوكت فبا دريم ايدن صامع ايدن كما ورحياني ايدن دردريني قدتك قلبت war ugu yaraan quraanjaha ka liidan Soomaaliya oo quraanjaha ka liidan yaa dhalinyaro tahay oday baa tahay siyaasi baa tahay mutaallim baa tahay culima tahay dumar baa tahay dadkaaga iyo diintaada iyo ummadaada inaad u danqato inta tari kartana tarto quraanjaha ka liidan isla qisada ku xigta alla wuxuu kaga waramay shimbirkii hududka ahaa waa shimbir shimbiraha ka mid ciidamadii nabi Suleyman buu ku jiray intuu duulay isagoo nina dirin oo tagay ayuu wuxuu soo sahamiyay mamlakadii Saba ee Yemen ka dhisnayd nabi Suleyman ciidamadii markuu tiro koobahay oo tafaqudahay mise shimbirkii hududaha ciidamadu kuma jiray war xagee aad يا ورود حقيقه ويسويدي وتفقط الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين مسوا مقي هي وفصح العام بسكتي لو عذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه ها هاي او لا ياتيني بسلطان مبين اما وان قورحي اما وان كتخلصي اما وان عقابي ama wuxuu ku maqnaa buu keenay war cad buu keenay xujacad buu la iimaana hudhudki waa yimid isagoo duulayo famakka thagayra baciidin waqti dheer ba kama soo wareegin ba shimbirkii hudhud duulayo waa baka faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajiituka min saba'in binaba'in yaqiin suleymaanow war aadan haynin baan hayaa waa sirdoon ciidamada sirdoonku ku jira sir culus buu soo helay Suleymaan war aadan haynin baan soo heloon wadaa waay mamlakadii Saba baan war hubaal akaaga sidaa war bal soo daa qisadu way dheer tahay
halkaasuu ka bilaabay wuxuu soo arkay waa sifeeyey diintoodii buu sifeeyey mamlakada intay la egtahay buu sifeeyey siday ahayd inay sameeyaan buu sifeeyey khaladkoodii buu naqdiyey war buu meeshaa ka sii daayay markii dambena shimbirka aada arkaysaan waa wuxuu ahaa ninkii fariinta u kala qaaday melikadii iyo boqoraddii yeman iyo nebi sulaymaan sababna u noqday boqoradda iyo dadkii hoos imaanayo dhan inay wada islaamaan balofiirsa ilaahay ku dhaariye boqoradda iyo dadkay u talinayso dhan inay towxiidka qaataan oo islaamaan shimbir baa sabab u ahaa mar kale waxaan leeyahay soomaaliyow shimbir yuusan ku dhaamin yaa qur-aanjayna ku dhaamin oo shimbir yuusan ku dhaamin oo waxaad noqotaa cunsur waxtar ah waa mas'ale iyo maaddo waayahan dambe aada inoogu yaraatay oo anaaniyada iyo ruuxu inuu gooni u tashado ama inuuba dhibka uu macno moodo inuu wax dhibo oo laga cararo oo uu muxuu ahay ku caanbaxo waxa la yidhaahdo inuu yahay nin khatar ah ya khaasatan dhallinyarada mar waxaa la leeyahay kaasi waa mid khatar ah isugu dhowaane waa khatar waa sharlow waay nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadka ilaahay wuxuu ugu jecel wuxuu ugu necebiya ruuxa dadku ay uga kala cararaan sharkiisa dartii markii la arko waa la kala didi gogosha markuu soo fadhiistay iyo golaha waa laga kala kici leanna waxaa la leeyahy ama afkiisa laga nabadgeli maayo ama addinkiisa ilaahay dadku ugu necab yahay kaas sidaas daraaddeed walaalayaal ujeeddadu waxa weeye muxuu ahay intaas aan ku ekeeye waxaa la doonayaa biidni illahi tabaaraka watacaala inaynu noqonno mujtamac isqaada oo nafci leh oo waxtar leh ruux walba wax ilaahay siiyey baa jira xataa haddaadan wax kala haynin xoog baad haysaa caqli baa ilaahay ku siiyey mid baa xoolo la siiyey mid baa aqoon leh waxa ilaahay ku siiyey mujtamaca qaar ka mid a u baahan qaybtaa u baahan wax ku tar sidaasi ayaa waxaad ku noqonaysaa wax kale haddaad weydi nin saxaabiya nebiga weydiisa sal lay sl rasuul ilaahayow haddaan camal oo dhan qaban waayo ka waran wax alla akhriyo dhan haddaan waxba ka qaban waayo maxaa xal ah nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam takufu sharaka can innaasi fa innaha sadaqatun minka cala nafsi xadiis saxiix bukhaari ku yahay saxiix muslim ku yahay haddaadan waxba qaban weydo naftaada sharkeeda dadka ka cesho taasaa sadaqa ku ah adaa sadaqada bixiyey naftaadana waad ku sadaqaysatay war wax kale haddaadan qabanaynin afkaaga iyo addinkaaga iyo sharkaaga dadka ka cesho intaasaa wax weyn wa aqallu maa yumkin waay waxa ugu yara suurtagal awa haddii kale ruux nafcule noqo darsigaasi nusuustiisa iyo qaybihiisu waa dheer yihiin laakiin waqtiga dartii aan intaan ku soo gaabiyo ilaahayna tabaaraka watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu inaga dhigo dadka ilaahay ugu dhowaada tabaaraka watacaala manaafacaadka khalqiga iska dhaafi bini aadam karaamo leh oo iska dhaaf ruux muslim oo sharaf leh oo mu'min ah oo ruux xigta iyo dal iyo dad diini kaala dhexaysa iska badaayay xataa xayawaanaadka kuwa ugu liita kuwa ugu liita baa ixsaan loo sameeyey nafci loo sameeyey jannada lagu galay haa haweenay baa jannada ku gashay ey ay waraabisay bal ka warama marka aynu dad waxtar la noqonno insha allahu tacaala ugu yaraanna sharkeenna aynu ceshanno wixii ilaahay ina siiyey iyo mawaahibta ilaahay inoogu deeqayna aynu dadka iyo khalqiga ku anfacno insha allahu tacaala hada wabillahi tawfiiq wasali allahuma wasalam wabaaraka cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam dadka sheekh dhulkun jooga dad badan oo baahaysaan gacanta waxay ayagana wax weydiinaa ayagaana dib loogu celiya baahidana waxaan ka
بسم الله الرحمن الرحيم. ميد دت كان ديه لها منا إدين كان ديه ميدا أن دت كلاه وحوي دت كا أمد هور شوكة يروح مسلم كا أصل وحواء أمانه أمانة ديسا وحدة وحية هدان لهلين روح مسلم كا وأمين وحوك عنتي سكو هيانا أمين بوكوية هاي وحي مسؤولية دو هيانا أمين بوكوية أمانة دي ساسي روحي الضرائي واحد قدب هذا دو واحد أهينين أمانة دي سا وحكم الشيء كرت قضب كالباد وحوية هاي مصالح دا عامكا إيو معمولي دي دا ييام مدن كي وحلسية كي لو يريا كي لو بديا وحالوغة دنبايا عدة مسؤولية دهيسا هذه اللي يدهدو روح والبا سيدا الرأي مسكا حديثة كتشرا هدو يدهد محاسال لو يالي واي هدو ددكنو رنوا كان رأي بدلينهن كان رأي جيسا كسعنا سيدا اصدرا ديد با دينتو حيلي دهي ددك حلك هيا اجتهادات كنو عاسها لو دايو ايقونا هدد دالينو ماشي مصلحة أيو أركان حدّيّان. كل بسيدي أي دبكو إنه أكل مهم سيني هاي أو يقوم موقته هو تصرفان. مسؤولية سارواي. أديك صوماها. هذا محن قال لي. تذكر إلهي النعبي يا وحى كم ذا؟ نين فقيره. ها نوح وش ذا بخيلة وهذانا منانة. حوجاجي رايد مش تكوري ده هذا ما أنت نون أن تعليق صوت ده بتشوت يا وعدت كي كوجلس هذا المور مكوش يا جا إسكهيس خير لك لأن الدنبية تجلس كوين هنا إسكهيس طو حوجاجي ما عمته أما ملك لا هذا كوردانت يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدقات بحثتين هكبر نينا دب عدتك دبتان هي قلت شهقشو وحني مر بهدو كاب حي خلاص شبك ده هاي سكبرني أرين تاسي وارين لقى مرمان إنا فهنا وارم يجا حد يتشهق أنا يان ميل لقى أنا جينا هاي ستة ميل والباء ومد مسؤولية الله هيانا واتشرا درين كاس مر بهدات كوكل سنتي هندت كان تهدي دان كوكال صونين نهبا وديبنا صوما هدي دان كوكال صونين تها وديبنا هداد وديبتين معناه دو كوكال صونتين واه وداي مر ايغا وحان ديلا يا انت لميت مسؤوليه دو سيده ادبا نين حل قادي ها ايد قاد وحبا الله شيخ شيخ يقول ميلها كهد هذا الشيء ان دنيسان ما معايا النبي محمد بوحى لقوي صلوات ربي وسلام عليه النبي محمد وإلهي كبق اتق الله اعدل فإنك لم تعدل يا قيب تاد قيب سي عدالات ماذا سمينيني محمد وعدالات سمين إلهي بان نكون داريه هدين النبي محمد لقوي صلى الله عليه وسلم
قيبين تادو عدالة ما هي عدالة السماء أو إلهي كبر هذه السبب تقرب تامر كإن لقوا أمانة لقي هذا ما يكاس وما خير الله سي صوما حل بعد قاضي مسؤولية بعد قاضي أمد بعد ماشي وتشوكته نوع والبا كوتشرة خيار با كوتشرة كوا فهمك جابن با كوتشرة كوا كلام يعني وحوي وسكتشلان هذه مركب وحال الرواء مسؤولية داس إن هذا كيس ويالات إلهنا وجب قضه دده شو هذه الددال با كوتشرة وحي كلا إلهي وده وحال لقاش يجي اللفتيسة يا واحد قبطي لقيا بينه بكاجة أشرون يا هيو لأن روح مسلم كمركي واحد لقاش يجو وحك الشيء جيتوا يسجوا وحيقطها هاي دم بيدافع يكسب بيقطها مركع وضياش يحول ماذا خيارته إنه هرتشو اقتنع واجب قوة الصبر إن جانا واحد ويحوجا غير يركع يينان محوقة هاي كذب هذلين يا كذب هذلك ما فينا والله أعلم ما شاء الله شيخ أبو بسيني ما شاء الله جبر ما رشة تستع أنا صوم يعني جورو كله مرك قيام بندر يعني هذا كده درادي ساسو كده ما قصب أي نوع مستمس صلاة دي وتكون كري ناق أجنبي أقول لك شيء كيسانس إن أتقعد هير بيكاي مدان أرتوا خلاص وأنا سأقول هاي ويسكده كرتال لكن وياه ندم ب عاصة نالي يرد هو بدل ديني وأحب ندم به الله يسن وباب كاس مركا أريد أزي أدور تهلو تحضره سلطة الأباد روح يسقى الصومن هدي بيكاي مدان بيها نوع هذا كحرنت هدي يهين بيهو بيها اللي له هذا مديدة 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 وبيعت الروح مركو درين قاضو حوين كو درين قاضو كصباح مركي كصباح يعني ما دريمس لكن قيانو با دريمي وانا سيدا قامكو كالي وحشي تميوه بيها ينويك ينوحديه هو نوعه سوكلاء مديبا ليلة هذا ونيشاسو شركة والاقر داقي حبنكي والاقر داقي مردي قاعدان والاقر داقي ويسيدا ويتشبيان لكن لقى ما قبشتو صون ما تشبيان وحال لبيدا كوكالو ليلة هذا ودي ليلة هذا مركي روح وكاتشو رقا انت بضان مركات كاذي دو كدب كاذي كدن بيا ايقنو كوا سوكلاوه iyaguna waa nichaaso laakiin soo nama jabiyaan muxuu ahaay waa laga weysiisan meeshii gaadhaan oo laga dhaqay biyaha soo baxay haday mani yihiin oo biyihi bini aadanka laga abuuray ay yihiin way ka duwayeen markay soo baxayaan dareen bay ku soo baxaan ruuxuna waa dareemaya midabkana waa ka duwayeen urka waa ka duwayeen haday kuwa manida yihiin ruuxuna markaa uusan u qastin ayadana soonkiisa waxba yeelimaysa hadduusan isagu iska soo saarin أو سنكعمت استعمالين أو أن أما شيكو أما إشي سوميل قد عضي أي وقاي مادا سنك وحبي يلي ما يان والله أعلم أفنو بلي ما شاء الله زاك الله أنا مصبو كتشرة أي أن سلقين لما مغلي وأن كسلي إذن بيجي سوجا مركلة أنا صلاة كتشرة أي أن سلقين لما مغلي فلن أنا مسلمين لما كسلي صلاة دي لما مغنسة طلب كتشرة بالبلدي بان كان واي واجتهاد وانا تكلم وحد عكرت مركان صلاتي بالريو كلو بعدين انا بالبلدي تجي صلاه ما يسوعني ميد هرو مسخوشه دحديده اه اداد مركا قاونت هي كما سلينيس اداد حاجه دي دول فديده اماد قاونت هي ميا اداد استورنت هي ومريها هي قبط سلام مركا انا اداد حاجه دي دول فدين إلهي واضح حسي كرتا بسم الله بعديه كرتا الحمد لله بعديه كرتا لا إله إلا بعديه كرتا نبي قد قصة لين كرتا سوليك قديه سا لقمها اللي كرمرك للي وحلقها اللي يا مركا قاونت هاي أما حاجة دول فرد دوا مروا البما تاس وامي داس هذا الحاجة دول فردين أما قاونين دي ماله
نبي قوات قصة لين كرتا صلوات رب السلامات صلاة الأحد هذا نبي قوات صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا صلاة أنت تكتر توا عباده وحلوها الله ينا وح خاصة وي وحلا الصمينا ينا وأفعال خاصة وح كلنا مصو قالوا صلي قميل بكله صوما صلي النبي هو بص بكله ماشي سات كصليني لكن هذاي برد عذا إنا تكصلي ذي صلاة ده إحدى ماشي ميل أنا هين صلاة ده مبروز أنا سيدي ما مشافعي غير كإليهن وح كستو ذكر الله أو صلاة ده إحدى لجلي صلاة ده حميله صلاة ده حميله لكن سيدي النبي يقول نبي صلى الله عليه وسلم صلي جبوس كيس جلي أنت كله صلاة ده هذا وضو طيب بس الذي يود ميسي ما هي قبلها ها قبلها دينا حارهين هدان أتو كذو هدي أي قبلها كاوريرتو والددالي والقياسي على مدى هاد باري حديقة هاداي وحكا فهمي كرتو جيهوينك مركا الددالي شو ميشي هاد استرادة هل كاسي كاتر تابد أتو كذو هدي أين قدال دنب كسو بحين إناد قلدنتي و جهة كلي أدوتك تهدين الصوب حين صلاة هذا صح. سيدا إذا سيكوت جيسا لون النقن ماي. هدي مركا توكتي كذب أي صوب حدو إن مال كلي أدوتك تو دنع كلي أدوتك تي مركاسي الإمام الشافعي في الأم سيدو كشت المام هي صلاة وتسوي علم بله. لأن وحوي وحكم قن محو هاي أساسيات كذي قار كم ذو قبلة إن لوتش سيدا والله أعلم. وإن شاء الله زاد الله خير شيخ وحاسك يا لكن هذا هنا نقول شذاك مار معايا بلقات هي عبارة دب مية وسرش حوار مسرعنا لي وحلي هاي كبر فارغ شيخ إستار دبت أتي وفسرت تقول بين لو يصور مدة نبي بين سنة هذا ما شو لكن هذا مصبوح أحسن الإسلام بكرة تجمع بيل كذي أنا مكوقة ما بيحمس ما دام يدا إسيسة أنا تصبين وحبل المال سؤال شو استحات عن تعبية لا يجب سير حوالات بعد عقب كسر درا قفك حوالات بدل درا عقب كسر درا أنت بدل العقب هيستوى قف شقارة توصيها ما كذي منها لو حوالات إسيا تطلع خارج عن كمرة من حوالات هذه إسيا وهذا ربيع كيسة أنت أص ما حاولت أن أقف كأي واحد يتعامل مكمل تري في الدنيا سجاري. متى هوري بلغات كأحس لو مدواي. عدي مركز جورسني سي أنت هذا جورسنين شرط أي كأجر لكتي هيلا جورسني. وأذق بشي. أنت بدن الرجوع حلي جوا إسكتشوت بيسين هنا وحكة استعلا قدر ما يستا. عدد أقرب شيء ويسيدا كوجو أو جلاتي أو جوركي نسيدا كورعي. مسألة داسي ومسألة خلافية. إمام الشافعي وحولية هاي شرط قاسي مجن تميو. لكن الإمام أحمد يغيرك وحليهن شرط قاسي وشرط كرا. وحنا سوق لي يا حديث في صحيح البخاري قيل كوكويا لي إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج شرط الأوفيو إلى لي وحق نبضا شرط الدمر كحب كوضك حلاشتين وأي كوكو أقلاتي هدي لقبت مذهب كاس وحي نقون إنسان إني سن هدابت سيدا كو قرستي كوكو أقلاتي إن هذا لقرسن كريم هذا لا جورسته ما حد عيا هذا لا جورسته أيضا أنا وحي حق ولا هذا هاي هنا إسكاكا فسقده هذا كوس صبرتوا إسكاكا أو قلاتوا قدال كسر صبتوا وحوجا أطورتوا لا بأس لكن هدي لي إذا شرط يجي أدو جب حضو أيضا حق وحي ولا هذا هاي هنا أود محكمة استعماش أما أي دلبتوا هنا طورتوا هذا يصبرتوا إسكاكا قدر القادة ترى دم هذه شرط يعني مركا أدو سمين يسول كل جورسنا ما يأذلي هذا هاي أي تهاي مركا إسكورستين كذب
oo wada nooshihiin oo reer isu tihiin kadib baad waxaad tidhi kula guursan maayo ballanqaad baad siisay inaad ilaaliso way fiican tahay laakiin laazim ah laana caqdiga kuma xidhno markaas kumaada soo xirogelinin markaa waad wada joogteen idinku wada joogoon baad ballanta samaysa ballanta inaad ilaaliso way fiican tahay laakiin laa yalzam qodobka xiga gabadha ku biilaysa sheekadu idinka dhaxayso inaad isguursataan waxay kuu biilayso waa ballanqaad aada siisay inaad guursanayso iyo rajo ay kaa qabto soo ma haddaadan ballanba ayna haysaninba ayna kugu tala gashanayn ma waa iska kaasiinaysa hashan dhib baa lagu keenay silic bay ku soo saartay qaraabana ma tihin maxay kuu siinaysa haya waxbaa ku jira meesha hawl baa idinka dhaxaysa hawshaasaad xoolaheeda ku cunaysaa hawshii saaseed ugu sheegtay ku tala gashanayd haddaad uga baxdo oo xaggaaga ay ka timaado ka bixitaanku wax alla waxay biil ku siiso dhan waa inaad u celiso meeshaa doonto adiga ka keen laana adeer laba isku helmays inaad xoolihii dadkana ku noolaato ballantana uga baxdo la isku heli maayo sooma waxaa ka daran oo khayaano weyn ah inaad marka horeba ku tala gashan tahay in aadan guursanin xoolihiina aad saa kaga cunayso biil kuu soo dirayso qorshahaagana waxaa kuugu jira inaadan guursanin taas iyada waa khayaano weyn ilaahayna khaa'iniinta waa necebi arrintaasina jawaabteedu waa sida qodobka xiga muxuu ahaa xawaaladda iga sii dir waxaadan haysan xawaaladda inay kaa sii dirto kadibna dib uga keento meelo badan baan kaga jawaabay waxaan wale masaajidkan inay ka mid ahayd laakiin dadku kuwii hore mala kuwa anahayn baa joogee munaasabaad kale gedisan baan kaga jawaabay inta aniga garashadayda iyo baxdigayga ku eg yahay intaan garanayo mucaamalada noocaasi mucaamalo saxsan maaha waa mucaamalo shareecada khilaafsan iga sii dir shirkaduna wax ka rabto wax ku helayso faa'iido ku helayso diridda ku helayso qaabkaasi ma saxsana leanna laba caqdi oo isku xidhanna meesha waa ku jiraan caqdi dayn ah oo wax lagu raadinayana meesha waa ku jiraan haddaan lacagtan dayntaa la sii bixin shirkadu diriddana mayna hesha khidmadana mayna hesha marka diridda ay dirtay iyo dayntan yani ay sii bixisay bay khidmad ku heshay waa midda labaad ee caqdi dayn ah iyo caqdi dirid ah oo nooc beeca ka mida baa isku jira labada caqdina way isku xidhan yihiin ilaa dhowr saddex afar mafsado oo shareecada khilaafsan ayaa ku jirta mucaamalada noocaas marka waa khalad laakiin laga kari waa xawaaladiina laga kari waa dadkiina laga kari waa ceebta allah asturo insha allah su-aalaha intaa waxay ka dambeeyaan dib baan sheekha u dhigaya waayo waqtigii baa naga dhacaya laakiin ilaa toban su-aalo oo hal mowduc ku hadlaya maratay kelimad qur-aana ee sheekha noo soo geliyay insha allah waxay dhalinyaradu aada ugu hadlayaan oo maratay khayr badan oo ay su-aalada soo weydiinayaan macsida inay dhalinyaradu ku badan tahay marka laisu wada geliyay su-aalahaas alayn dhalinyaro badan baa katay meerooi ragle gabdhale waagiibaal xoogaa in yaroo na celcelinno oo maarata ayaan ahay laakiin hadda xoogaa waxaa moodaa maarata boqolkaygii ari ahaa kun ariyaa lagu soo daray maarata waxaygii raba naga dhex yacay marka waxay leeyihiin xaggaana ixtiyaadka wiilashi iyo dhalinyaradii gabdhihii faraahay saystaan telefoonadii baa si khaldan loogu sheekaysanayaa nin baa arrinta su-aalaha waxaa ka mid a nin kule gabadhii xataa waa laydin guursaday weli waan la sheekaystaa macaanta iyo waxaasaan isku raa waxyaaba aada u fara badan oo yani aada u khaldan bay dadna soo weydiinayaan hordaami ka buuxa dadna ka cabanaya marka bal in farriin dalkaan la qoray laydintaydu mas-uul ka yihiin waxyaabaha sidaana maaragtay lala diriro maaragtay jazaakallahu khayr waa masalo warkeedu dheer yahay munaasabad kale aan si fiican uga hadlo
لا بكلي بو هذا ترى هذا وانور بضنا هي وكم سو كوبي كم وان شاء الله تعالى وقتك الان شاني سايسن ان وحي الله يغوا فجيك يراهدو جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.